يشترط في أي اتحاد قطري عضو في الاتحاد العام الخضوع للأهداف والقوانين التي تحقق رعاية الإبداع العربي الفصيح، خدمة للمشترك الثقافي العربي وتكريما لوحدة حراك الأدب العربي دوليا، ونشرا للغة العربية وحمايتها وتحديا ورفعا للتحديات أو لتحديات ترجمة آدابها إلى اللغات العالمية. ثالثا، تنص المادة الخامسة على أن تتكون العضوية العاملة من كل من ورد اسمه في هذه المادة من المؤسسين ومن انضم إليهم بعد ذلك، وتمثل كل دولة عربية بهيئة أدبية واحدة في مجلس الاتحاد أو في المؤتمر العام.